المشروعات دي يمكن أبرز حاجة ممكن نلحظ فيها تغيير في السياسات في المدة السابقة، التنوع الجغرافي فيها، التوزيع الجغرافي ان هو يصل الى كل مناطق الجمهوريه المصريه، ما فيش منطقه ما يحصلش فيها تطور او ما يوصلهاش خلينا نقول ثمار التنميه. تعليق حضرتك على هذه النقطه. هو طبعا اللي بيتم على ارض الواقع في الوقت الحالي من عام 2014 حتى دلوقتي هو ده بياتي في اطار طبعا لاستراتيجيه الدوله في التنميه المستدامه 2030. تمام. وعشان نفهم بس معنى كلمه استراتيجيه اللي هي بتنفذ دلوقتي، الاستراتيجية هي فن وعلم استخدام جميع موارد الدولة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية. تمام. فهو ده اللي بيتم على أرض الواقع، استخدام جميع موارد الدولة، موارد الدولة الطبيعية، الأرض، الثروات الطبيعية، البحار، نهر النيل، كل دي موارد طبيعية بيتم استغلالها في الوقت الحالي. احنا شفنا الاستراتيجية دي في كل محافظات الجمهورية، بدأت طبعا في بالقضاء على العشوائيات. يعني لو هنبص على أول مشروع تم البدء فيه بالنسبة للدولة كان مشروع القضاء على العشوائيات، قضاء العشوائيات برضو بيستهدف عدد ملايين من المواطنين، ملايين من المواطنين، ومش في محافظة القاهرة بس ولكن في كل محافظات مصر. العشوائيات دي كانت للأسف الشديد يعني آفة في جسد المجتمع المصري بكل المقاييس، يعني في الأماكن عشوائية، سرقة تيار كهربائي، انتشار الأمراض في هذه الأماكن، سلوكيات المناطق العشوائية، كل ده المتطرفة أيضا بالضبط تلاقي رعاة كثيرين في هذه المناطق، في المناطق دي لأن هم كانوا بيأثروا أو بيحاولوا يأثروا على أبناء المناطق العشوائية. لكن الدولة نزلت في هذا الموضوع وابتدت تعمل مساكن آمنة للمواطنين، ومش مساكن آمنة بس، لا، مجمعات سكنية آمنة. المجمعات السكنية دي فيها مساكن، هذه المساكن مفروشة، هذه المساكن أيضا بأسعار رمزية للمواطنين. بجانب على الجانب الآخر هتلاقي فيه أندية أو مراكز شباب، هتلاقي فيه مراكز ثقافية، هتلاقي فيه مسجد، هتلاقي فيه كنيسة، زائد الاهتمام أيضا بالمهارات الأساسية للمواطن، يعني مراعاة كل نواحي الحياة المختلفة الكريمة بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق. انت بتغير، ما بتغيرش شكل عايشة المنطقة، انت بتغير الثقافة بشكل كبير، بتغير الثقافة العشوائية لثقافة حضارية تقدر تواكب بيها اللي بيحصل في الدولة من تطوير وتحديث داخل الدولة. نعم. فدي كانت البداية الحقيقية لبداية المشروعات الحقيقية على الأرض. طبعا كان في قبلها المشروع القومي الكبير اللي هو قناة السويس وحفر قناة السويس، وشفنا قد ايه الدولة المصرية وقد ايه الشعب تكاتف من اجل هذا المشروع القومي الكبير اللي عاد بالنفع على الدولة المصرية. بدأت بعد ذلك طبعا الدولة تهتم بالثروات الطبيعية او تهتم بالمشروعات القومية اللي هي نقدر نستفيد منها في اشياء كثيرة. يعني مثلا في مجال الثروة السمكية، تمام، بدأت مشروعات المزارع السمكية اللي شفنا في رشيد، في شفنا في كفر الشيخ أيضا، وفي بورسعيد وشرق بورسعيد وخلافه. كل دي بتزود الثروة السمكية بتاعتك، بجانب ان انت بتقدر تصدر أسماك معينة إلى الخارج، بتضيف خبرة. والبحيرات المصرية بالحديث عن الأسماك برضو عادت، يعني من بعد ظهور من التدهور والتلوث ابتدى برضو يبقى فيه إعادة إلى كانت أغلب البحيرات اللي عندنا داخل الدولة كانت كلها ملوثة ومهملة بشكل كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في تعليمات واضحة وصريحة الاهتمام بهذه البحيرات واستغلالها الاستغلال الأمثل، من ضمنها بحيرة البرولوس والبحيرات الأخرى اللي موجودة. نعم. وبالفعل تم تطهير هذه البحيرات وتم استغلالها طبعا في عمليات الاستزراع السمك. نعم. أيضا على الجانب الآخر مشروعات القومية، المشروعات الزراعية بالتأكيد، المشروعات الزراعية دي كانت من أهم شيء. المشروعات كلها هتلاقي كل اللي بيحصل ده في خطط استراتيجية قدامه، اللي هي إيه؟ الوصول مثلا إلى الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية. المنتجات الزراعية احنا
كانت مصر بتستورد نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية، وكانت مصر اتجهت أيضا لزراعة الزراعات الاستراتيجية زي القمح اللي هو كان في توشكا، المشروع مستقبل مصر وانتاج زراعات مختلفة أيضا، وفي نسبة كبيرة من القمح. وللأول مرة يعني يمكن في موسم الحصاد ده نصل إلى نسبة تغطية الاحتياج المحلي بنسبة قرابة 60% عشان برضه نقول يعني ما عندناش رقم دقيق تماما، ولكن تقريبا 60% من الإجمالي اللي كنا بنحتاجه، وبالتالي برضه ده طفرة كبيرة في مجال الزراعة. وأيضا الاهتمام ايضا بالزراعه من خلال الصوب الزراعيه في العديد من محافظات الجمهوريه، ده بيحقق يوصل لمرحله الاكتفاء الذاتي، وده بدليل ان في وقت الازمات بنلاقي جميع المنتجات الزراعيه موجوده في الدوله، جميع المنتجات موجوده في الدوله ما فيش فيها اي ازمات. ايضا في مجال تربية المواشي أيضا فيها العديد من المشروعات في هذا الاتجاه، لأنك أنت كنت بتستورد اللحوم من الخارج بنسبة كبيرة جدا، لكن أنت دلوقتي بتحاول أن أنت تستفيد أيضا من المنتج المصري في هذا الإطار. سنة عن سنة الأرقام الاستيرادية الخاصة بهذه الثروة الحيوانية بتقل والثروة الدجاجية بتقل سنة بعد سنة، لأن أنت عندك بدأت في المزارع في العديد أيضا من المحافظات. هتلاقي طبعا المبادرة المشروع القومي الأكبر اللي هو مشروع حياة كريمة طبعا. اللي هو ده بيستفيد منه 60 مليون مواطن مصري، كانوا 60 مليون مواطن مصري للأسف الشديد كانوا مهملين بشكل كبير جدا، يعني ما كانش في أي اهتمام منهم من وهنا الدولة. فكرة التوزيع الجغرافي اللي كنا بنتحدث عنها يا أستاذ جميل، إن هو أهمية وصول هذه المشروعات وإن الناتج بتاعها والثمار بتاعتها تصل إلى كل المصريين مش فقط القاطنين في مناطق معينة. ما هو أنت هتلاقي كل المشروعات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هتلاقيها كلها في أماكن ومحافظات مختلفة، ما هيش مركزة على منطقة معينة، لا في كل المحافظات. هتلاقي في 15 مدينة جديدة اتعملت في 15 محافظة، هتلاقي المناطق العشوائية في كل المحافظات اللي فيها مناطق عشوائية تم القضاء عليها. تمام. نهاية بقى بقول لحضرتك وصولا إلى حياة كريمة. حياة كريمة كانت الدولة المصرية زي ما بقول لحضرتك أهملت لسنوات طويلة جدا، عقود طويلة جدا، وبخاصة الريف المصري. الريف أو في الصعيد، في قرى في الصعيد أو قرى في الريف ما كانش فيها مياه للشرب، ما كانش فيها طرق آمنة تقدر تمشي فيها، ما كانش فيها مدارس، ما كانش فيها مستوصفات صحية. الدولة في الوقت الحالي دخلت هذه المواقع وابتدت تطور منها وابتدت تحدث منها ووصلتها بالطرق، وصلت شبكات الكهرباء، المياه الشرب، مياه الصرف تم الاستغلال الصرف الصحي. كل ده ليه؟ عشان توصل بالمواطن إلى حياة كريمة لائقة تعيش بيها في أو المواطن يقدر يعيش بيها في الجمهورية الجديدة.